بدي اياكي تراقبي اياد مدير الحمله الانتخابيه طبعا. والله يا بابا ما بعرف، يعني انا كنت شوف رسائله على الواتساب معه، وهي صاحبه التاكسي اللي بيشتغل عليها. بدي اشوفك عن جد. شلون يعني؟ شو مجنونه تخبي شغله مثل هي انت؟ ما خرج ادفع 3 مليون. راح تتعذبوا لك ابني، والله راح تتعذبوا. عم فكر اقدم الماده لسياده العميد امجد. بحبك. جهاد. وانا بحبك.